الرحيم. اهلا اعزائي طلاب وطلبات الصف الثاني الاعدادي في تاني درس من دروسنا اللي هو Factorizing Quadratic Trinomial in the Form of AX power 2 plus BX plus C. اخدنا الدرس اللي فات كان الفاكتورايزنج برضو Quadratic Trinomial بس كان in the form of X power 2 plus BX plus C. هنعرف الفرق بين الدرس ده والدرس اللي فات في ايه. هناخد example ونبين في الشرح ايه الفرق بين ده وبين ده. رجعنا لكم بـ 3 examples عشان نشوف الفرق بينهم وازاي نشوف طريقة الفاكتورايزنج عندي. اولا بان من العنوان هو قال لي هنا ايه x power 2 plus bx plus c، وكان بيفرق عندي ان الـ coefficient of x power 2 عندي هنا ايه. طبعا قال لي where a not equal 1، يعني not equal 1 لانه لو equal 1 هيبقى زيه زي الدرس اللي فات، مفيش اي اختلاف هنا وبينه. هو الحقيقة الاختلاف مش كبير قوي، يعني عندي هنا بس بلاقي ظهر لي coefficient للـ x power 2، فبقى عندي هنا هو 2 plus 3x plus 1. دلوقتي لما باجي اعمل فاكتوريزيشن هنعمله كالتالي. اولا نفس الطريقه، بنقول هنا ايكوال ونفتح تو براكتس اهوت، عندي هنا ال2 بيسهل عليا كتير جدا لما يكون عندي هنا ده برايم نمبر. برايم نمبر اللي هي 2، احنا عارفين ايه هي البرايم نمبرز اللي عندي. البرايم نمبرز عندي هنا احنا عارفين ان هي 2 ل 3 ل 5 ل 7 ل 11 13، فما يكون عندي هنا برايم نمبر بيسهل عليا كتير جدا. ليه بيسهل عليا كتير؟ لان انا عارف ان البرايم نمبر بيكون عندي هنا اهوت البرودكت بتاعته مفيش غير 2 تايمز 1 3 تايمز 1 7 تايمز 1، مفيش حاجه تانية غير كده. طيب فانا عندي هنا دي 2 اكس باور 2 فهتبقى عباره عن 2 اكس تايمز اكس، مفيش حاجه تانية غير كده. طيب مسهل عليا اكتر كمان لو في الاخير دوت برضو برايم نمبر. برايم نمبر عندي هنا ده نون برايم نمبر، ال1 نون برايم نمبر، ولكن عندي هنا الفاكتورز بتاعته مفيش عندي غير 1 تايمز 1 بس. طيب فهنا بنقول هنا 1 تايمز 1. طبعا عندي هنا الساين الاخيره بوزيتيف، فيبقى ال2 ساين زي الميدل تيرم، الميدل تيرم عندي هنا بوزيتيف فتبقى ديت بوزيتيف بوزيتيف. لو جينا هنا حبينا نشوف المينز والاكستريمز فهنلاقي عندي هنا x تايمز 1 ايكوال x، 1 تايمز 2 x ايكوال 2 x، زير سام ايكوال 3 x. طيب تعالوا نشوف اكزامبل تاني. عندي هنا في الاكزامبل التاني بيقول لي 5z to the power 2 minus 7z plus 2. عندي هنا هنقول equal، عندي هنا ديت ال 5، طبعا 5 برايم نمبر فسهله جدا فنقول اهوت. عندي هنا ال 5z عباره عن 5z times z، يبقى عندي هنا 5z to the power 2 equal 5z times z. عندي هنا ال 2 مفيش غير طبعا 1 times 2 لانه طبعا زي ما قلنا برايم نمبر، فسهلة جدا. طيب المشكلة اللي عندي هل احط 2 هنا او هنا؟ طيب انا عندي هنا بيقول لي زير سام ايكوال 7، طبعا لو حطيت ال 2 قصاد ال 5 هنا هيبقى 2 تايمز 5 ايكوال 10، فهيبقى رقم كبير جدا عشان اجيب السام بتاعه، حتى لو ده كان 1 فهيبقى 11، هيبقى جريتر ذان 7. فانا بحاول اقلل شوية فاجيب ال 2 وعندي هنا عشان تبقى قصاد ال 1، فيبقى عندي هنا ال 2 قصاد ال 1، وعندي هنا ال1 قصاد ال5، هيبقى عندي هنا 2 تايمز زد ايكوال 2 زد، وال5 تايمز 1 ايكوال 5، فيبقى زير سام ايكوال 2 بلس 5 ايكوال كام؟ ايكوال 7. السنه الاخيره اللي عندي بوزيتيف يبقى الاثنين زي الميدل تيرم، الميدل تيرم نيجاتيف يبقى نيجاتيف نيجاتيف. طيب تعالوا نشوف الاكزامبل الثالث. الاكزامبل الثالث عندي هنا قال لي 6 اكس تو ذا باور 2 ماينس 11 اكس بلس 3. طبعا الساين الاخيره زي ما قلنا بوزيتيف، فبدور هنا 2 نمبر ذير برودكت ايكوال 3، وطبعا المشترك معايا هنا 6 فهيكون زير سام ايكوال 11. طيب هنا بنقول ايكوال، نفتح برده 2 براكتس اهوت، عندي هنا ال 3 فانا ممكن اكتب ال 3 الاول. ال 3 الاول عباره عن 3 تايمز 1 اسهل. طب ليه كتبتها كده؟ لان ده طبعا برايم نمبر مفيش غير كده، مفيش غير 3 تايمز 1. طيب هنا طبعا ال 6 عباره عن 1 تايمز 6 2 تايمز 3. طب انهي اختيار هشوفه؟ طبعا لازم اجرب الاول، انا هكتب هنا الاكس without زير الكوفيشنت، يعني هكتبها من غير الكوفيشنت بتاعها، هكتب هنا الاكس وهنا الاكس. طبعا الكوفيشنت هكتبه بعدين. طيب انا لو كتبت هنا طبعا بيقول لي زير سام ايكوال 11، لو كتبت هنا 6 اجرب طبعا 6 تايمز 1 الاول، فاقول هنا 6 تايمز 1، فهنقول هنا 1 تايمز 3 ايكوال 3 و1 تايمز 6 ايكوال 6، هيبقى زير سام ايكوال 9، تبقى ما تنفعش معايا. طيب لو عكست كتبت هنا 6 وهنا ال1 تمام، هيبقى 6 تايمز 3 ايكوال 18 و1 تايمز 1 ايكوال 1، فيبقى زير سام ايكوال 19. برضو انا مش محتاج كده، انا محتاج 11. طب ما فيش عندي هنا غير 2 تايمز 3، 2 تايمز 3 ايكوال 6. طيب اكتب ال2 فين وال3 فين؟ لو كتبت عندي هنا
ال 3 قصاد ال 3، فيبقى 3 تايمز 3 ايكوال 9، وال 2 تايمز 1 ايكوال 2، فيبقى دوت عندي هنا الناتج هيكون ايكوال 11، وهو ده اللي انا بدور عليه. فعندي هنا اروح كاتب ال 3 عشان تبقى قصاد ال 3 هنا، واكتب هنا ال 2 هنا، يبقى عندي هنا ال 6 اكس باور 2 عباره عن 2 اكس تايمز 3 اكس. تعالوا نجرب اهوت، نقول هنا 3 تايمز 3 ايكوال 9 اكس، تمام، و 1 تايمز 2 اكس ايكوال 2 اكس، فيبقى زير سام ايكوال 11. الساين الاخيره بوزيتيف، يبقى الاثنين زي الميدل تيرم نيجاتيف نيجاتيف. طبعا عندي هنا الفاكتورايزنج كوادراتيك ترونوميال ان ذا فورم اوف اي اكس باور 2 بلس بي اكس بلس سي، في بعض الطلاب بيستصعبوه ليه لعمليه التجربه ديت. في الحقيقه هي عمليه التجربه ما بتصغرش معاك، يعني هو زي التاني بالظبط، ما بتصغرش معاك غير دقيقه بس للتجربه، تمام، ومفيش مشكله ان انا اجرب مره واتنين وحتى تلاته ولغايه ما اطلع النتيجه اللي معايا صح، هي بس ما بتفرقش عن التاني غير التجربه، تمام. ومع الوقت ومع تدريبنا على الارقام وعلى الاعداد ديت هنبص لنا نفسنا احنا حفظنا الحكايه ديت وبقت سهله جدا، مفيش اي مشكله عندنا ان شاء الله باذن الله. ناخد بعض الافكار التانيه اللي على الدرس. رجعنا لكم بعض الافكار، احنا كنا خدنا في الاكزامبلز اللي فات، كان عندي هنا اللاست تيرم كان الساين بتاعته بوزيتيف، هنا هناخد نيجاتيف وهنشوف ازاي نتعامل معاها. 5x صغر 2 بلس 4x ماينس 12، دي بنعملها فاكتوريزيشن ازاي؟ اولا بنقول هنا ايكوال تو براكتس اهوت زي ما متعودين، عندي طبعا ال 5 ده برام نمبر، بكل بساطه هروح كاتب على طول 5x تايمز اكس، فانا كده بسهل على نفسي. عندي هنا 12 تو نمبر ذير برودكت ايكوال 12 اند ذا ديفرنس بتوين ذم، لان السنه الاخيره نيجاتيف وانا من الدرس اللي فات ادام ده اخيره نيجاتيف، يبقى عندي هنا هشوف الديفرنس بتوين ذم ايكوال 4. طبعا عندي هنا 12 في 1 تايمز 12 2 تايمز 6 و 3 تايمز 4، هنجرب دول كلهم مفيش مشكله ما نجربهم كلهم. مع الوقت هتوصل للحل بسهوله وبسرعه. طيب تعالوا كده نجرب ال 1 تايمز 12، طبعا مش معقول احط 12 قصاد ال 5 عشان 12 تايمز 5 ايكوال 60 وهنا 1 فيبقى الفرق بينهم 59 وانا عايز الفرق 4. طيب تعالوا نعكس نحط هنا ال 12 وهنا ال 1، فنقول هنا 1 تايمز 5 ايكوال 5 و1 تايمز 12 ايكوال 12، يبقى الفرق بينهم 7، لا مش عايز الفرق بينهم 7، يبقى مش 1 تايمز 12. طيب اجرب ال 2 تايمز 6، طيب ماشي اوكي، تعال نجرب ال 2 تايمز 6، لو حطيت 6 برضه قصاد ال 5 هيبقى 30، رقم كبير. وعندي هنا ال 2 تايمز 1 ايكوال 2، يبقى الفرق بينهم 28. طيب نعكس، احط هنا ال 6 وهنا ال 2. طيب فيبقى 6 تايمز 1 ايكوال 6 و2 تايمز 5 ايكوال 10، ويبقى 10 من 6 ايكوال 4، وهو ده اللي انا بدور عليه. طيب نكتب هنا 6 اهوت ونكتب هنا 2، يبقى عندي هنا ال 5 اكس باور 2 عباره عن 5 اكس تايمز اكس، وال 12 عباره عن 6 تايمز 2. طيب 6 تايمز 1 ايكوال 6 و2 تايمز 5 ايكوال 10، ذا ديفرنس بتوين ذيم ايكوال 4. طبعا احنا هنا بنقول الكبير هياخد الساين بتاعت الميدل تيرم. طب مين الكبير؟ اولا عندي هنا دي 6 تايمز اكس، تمام، وعندي هنا 2 تايمز 5، 2 تايمز 5 ايكوال 10 هي الاكبر، يبقى عندي هنا الساين بتاعت ال 2 او ال 5. طب انا هنا احط بتاعت مين؟ بتاعت ال 2، يبقى ال 2 عندي هنا تبقى بوزيتيف وديت نيجاتيف، عشان يبقى عندي هنا 6 تايمز نيجاتيف 6 تايمز اكس ايكوال نيجاتيف 6، وعندي هنا 2 تايمز 5 ايكوال 10 بالبوزيتيف، يبقى عندي 6 بالنيجاتيف و10 بالبوزيتيف، يبقى الفرق بينهم 4 بالبوزيتيف، تمام. طيب تعالوا ناخد الاكزامبل الثاني، هنا بيقول لي 3 واي تو ذا باور 2 بلس 7 واي ماينس 6، هنقول ايكوال ال 3 y to the power 2 عبارة عن 3 y تايمز ال y. طيب وال 6 عبارة عن كام؟ عبارة عن احنا قلنا برضو 6 1 تايمز 6 2 تايمز 3. طيب نجرب، قال لي هنا the difference between them equal 7. طيب لو جربت عندي هنا يعني خلاص احنا عرفنا هتبقى 3 تايمز 3 equal 9 و 2 تايمز 1 equal 7، فيبقى الفرق بينهم 7، فعلى طول اقول هنا 6 عبارة عن 2 تايمز 3 2 تايمز 3، فيبقى عندي هنا 2 تايمز y equal 2 y و 3 تايمز 3 ايكوال 9 واي، فيبقى عندي هنا الديفرنس بتوين ذيم ايكوال 7، وهيبقى ده اللي انا عايزه. طيب الكبير قلنا هياخد الميدل تيرم، الكبير هل هو 2 واي ولا 9 واي؟ طبعا ال 9، فاحط الاشاره هنا البوزيتيف لل 3، وعندي ديت عكسها يبقى ديت النيجاتيف. تعالوا لاخر اكزامبل معانا هنا في بعد كده هناخد فكره ثانيه. طيب هنا بيقول لي 8 زد تو ذا باور 2 بلس 2 زد ماينس 3، فبنقول هنا اهوت نفتح تو براكتس اهوت، تعالوا نكتب ال 3 الاول عشان ال 3 قلنا ده برايم نمبر، يبقى عندي هنا 3 تايمز 1. طيب ال 8 زد تو ذا باور 2 هنكتب الزد ونسيب مكان الكوفيشن بتاعها، ونكتب برضو هنا الزد ونسيب مكان الكوفيشن بتاعها. طيب
طيب انا عايز هنا the difference between them equal to. طبعا انا عايز اعرف ان ال 8 هنا equal 1 times 8 و 2 times 4. طيب لو استخدمت ال 8 فهيبقى عندي هنا 8 times 1، فهيبقى عندي هنا 1 times 3 equal 3 و 1 times 8 equal 8 وال difference between them equal 5 تبقى 4. طب نستخدم 4 وال 2. طيب لو حطيت ال 4 هنا وال 2 هنا فهيبقى عندي هنا 2 times 3 equal 6 تمام، و 4 times 1 equal 4 وال difference between them equal 2 هو ده اللي انا عايزه. يبقى هكتب عندي هنا ال 4 اهيت وعندي هنا ال 2. طيب السنه الاخيره نيجاتيف، يبقى الاثنين مختلفين، الكبيره فيهم هتبقى زي الميدل تيرم. الكبيره مين؟ عندي ديت 6 وعندي هنا ديت 4. طيب يبقى عندي هنا ديت 6 يبقى ديت بالبوزيتيف وديت بالايه عكسها تبقى بالنيجاتيف تمام. طيب عشان يبقى عندي هنا 6 زد وعندي هنا نيجاتيف 4 زد، فيبقى الديفرنس بتوين زم ايكوال بوزيتيف 2. طيب ديت كانت افكار بسيطه وموجوده ديت عندي هنا في الدرس دوت. هناخد بعض الافكار الثانيه اللي هو ممكن زي يجيب لهاي كومن فاكتور، هاي كومن فاكتور ناخده، ممكن يجيب لاي حاجه ثانيه. هنشوف الافكار اللي موجوده عندنا وهكذا اكزامبلز ان شاء الله. رجعنا لكم في تو اكزامبلز افكارهم مختلفه شويه. اول اكزامبل عندي هنا بيقول لي 6x to the power 2 minus 21x plus 18. في الحقيقة احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت ان انا لازم ابص هنا كويس اشوف هل ممكن ناخد highest common factor عندي ولا مش ممكن. قبل اي factorizing لازم ابص للحتة دي كويس اوي اشوف هل ممكن ناخد highest common factor ولا لا. طبعا عندي هنا 6 و 21 و 18، ممكن اخد هنا هايست كومن فاكتور. لا انا اجرب اصغر حاجة عندي اللي هو 6 طبعا، فهنا 21 undivisible by 6، ال 18 divisible by 6 ولكن ال 21 undivisible by 6. طب اشوف حاجة تانية فبص لأ عندي هنا ممكن ال 3 تنفع ناخدها هايست كومن فاكتور، فاكتب عندي هنا ال 3 اهوت وافتح براكتس عندي هنا، فنقول 6 x to the power 2 divided by 3 equal 2 x power 2. عندي هنا 21 divided by 3 equal 7 x، عندي هنا بلس 18 ديفولت ب 3 ايكوال 6 واقفل براكتس. يبقى عندي هنا دوت اللي انا هعمل له فاكتورايزيشن، عندي هنا دوت هو ده اللي انا هعمل له فاكتورايزيشن، فبكتب ايكوال ل 3 طبعا ما انساهاش، وافتح عندي هنا 2 براكتس اهوت ال 2 اكس بور 2 عباره عن 2 اكس تايمز الاكس تمام. طيب ال 6 عندي هنا 2 نمبر ذير برودكت ايكوال 6، وطبعا هنا ذير سم بالاشتراك طبعا مع 2 وال 1 هنا هيكون ايكوال 7. طيب نجرب برضو ال 6 عبارة عن 2 times 3، فنقول هنا لو كتبت عندي هنا 2 هنا وال 3 هنا فيبقى 3 times 2 equal 6 و 2 times 1 equal 2 زير sum equal 8. طب نعكس فنقول هنا عندي هنا ال 3 وهنا 2 فنقول 3 times x equal 3x و 2 times x equal 4x فيبقى زير sum equal 7. السنة الأخيرة positive بقى 2 زي الميدل ترم negative و negative. الاكزامبل نمبر 8 عندي هنا بيقول لي 2x to the power 2 minus 5xy plus 2y to the power 2. لو بصيت مفيش هايست كومن فاكتور عندي لان عندي هنا 2 5 2 مفيش هايست كومن فاكتور بينهم. الx power 2 هنا x، هنا مفيش x، مفيش x هاخد هايست كومن فاكتور. هنا y power 2 هنا y، هنا مفيش y. طيب يبقى اقول equal وافتح 2 براكتس عادي. اللي اختلف عندي هنا ان انا عندي هنا 2 variable x و y، فبنقول هنا 2x power 2 عباره عن 2x times x. عندي هنا طبعا 2y باور 2 عباره برضو عن 2 تايمز 1، ولكن المفروض اكتب ال 2 هنا قصاد ال 2 فيبقى 2 تايمز 2 ايكوال 4 و 1 تايمز 1 ايكوال 1 فيبقى زير سم ايكوال 5. وده اللي انا هعمله، هنقول هنا 2y تايمز الواي. طيب هنا السنه الاخيره بوزيتيف يبقى تنزل ميدل ترم، يبقى عندي هنا ديت نيجاتيف نيجاتيف. تعالوا نشوف كده، عندي هنا هو المينز مع بعض، عندي ده نيجاتيف اكس واي وعندي هنا ديت 2 تايمز 2 ايكوال نيجاتيف 4xy فيبقى زير سم ايكوال نيجاتيف 5xy. هناخد 2 اكزامبلز اخرين وبكده نكون انهينا الحلقه بتاعتنا. نشوف بس الفكرتين اللي جايين ان شاء الله باذن الله. رجعنا لكم بفكرتين جداد، وهنا بيقول لي 5y to the power 2 minus 4x نفتح براكت 7y plus 3x. في الحقيقه قبل ما اعمل اي فاكتورايزيشن لو في عندي حاجه زي كده لازم نفك البراكتس اللي عندي ديت، فبنقول هنا ايكوال اهوت هنا 5y to the power 2 بكتبها زي ما هي لانها مش تايمز حاجه. عندي هنا نيجاتيف 4x هنعملها تايمز البراكتس ده كله، فنقول هنا نيجاتيف 4x تايمز نيجاتيف 7y يبقى نيجاتيف 28xy. طيب و4x تايمز نيجاتيف 4x
تايمز بوزيتيف 3x، فيبقى عندي هنا نيجاتيف 12x باور 2. طبعا لو لقيت هنا لايك تيرمز هناخدهم مع بعض، ولكن عندي هنا مفيش حاجه، كلهم عندي هنا مختلفين طبعا، فبنقول ايكوال، بفتح تو براكتس اهوت، عندي هنا ال 5y تو ذا باور 2 عباره عن 5y تايمز واي، قلنا عندي هنا البرايم نمبر بنكتبه واحنا مرتاحين جدا مفيش اي مشكله. عندي هنا بس ال 12 بنقول كام تيمز، كام ايكوال 12، هنا عندي 1 تيمز 12، 2 تيمز 6، و 3 تيمز 4. طيب انا هاخد حاجه عندي هنا بحيث ذا ديفرنس بتوين ذيم ايكوال 28، يبقى عندي هنا لازم اكبر حاجه. طيب بس مش للدرجه اللي هي، يعني ايه؟ يعني مثلا لو قلت 12 تيمز 5 هيبقى ايكوال 60، والثانيه هتبقى 1، فهيبقى الفرق بينهم كبير جدا. تمام. طيب لكن لو قلت 6 وال 2، فانا عندي هنا احنا عارف دايركت ان 5 تايمز 6 ايكوال 30، وال 2 تايمز 1 ايكوال 2، الفرق بينهم 28، يبقى اقول هنا 5 تايمز 6، يبقى انا عندي هنا هتكون ال 6 اكس هنا، تمام، وعندي هنا ال 2 اكس، فيبقى ال 12 عباره عن 2 تايمز كام؟ تايمز 6. عندي ديت نيجاتيف، يبقى الاثنين 2 ساينز مختلفين، الكبيره فيهم هتبقى زي الميدل تيرم. طب الكبيره عندي هنا دي 2 اكس واي وديت 30، يبقى عندي ديت هي الكبيره، يبقى ديت النيجاتيف وديت عكسها البوزيتيف. تعالوا نشوف حلنا صح ولا لا. هناخد هنا المينز مع بعض، يبقى عندي هنا 2xy بالبوزيتيف ونيجاتيف 30xy، يبقى نيجاتيف 28xy، يبقى كده مظبوط. طيب اخر اكزامبل معايا، احنا قلنا طبعا اي حاجه زي كده نشوفها نفك البراكتس على طول، واحنا هنا عرفنا ازاي نفك دوت واخدينها من الترم الاول. فبنقول عندي هنا 5b minus 2 all to the power 2، دوت بنفكه ازاي؟ بنعمل هنا الفيرست تيرم تايمز نفسه، فيبقى عندي هنا 5 تايمز 5 ايكوال 25b to the power 2. عندي هنا الميدل تيرم هيبقى عندي هنا 2 تايمز الاول تايمز الثاني، عندي 2 تايمز نيجاتيف 2 بنيجاتيف 4، نيجاتيف 4 تايمز 5 ايكوال نيجاتيف 20 بي. طيب الاخير تايمز نفسه، يبقى نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2 ايكوال بوزيتيف 4. طيب هنا اكتب كم اكمل السؤال بتاعي، نيجاتيف 4 بي ماينس 5. هنا هاخد لايك تيرمز مع بعض، عندي هنا ده طبعا 25 بي باور 2 زي ما هو مفيش زيه. طب عندي هنا نيجاتيف 2 ديت نيجاتيف 20 بي، وعندي هنا نيجاتيف 4 بي، يبقى عندي هنا نيجاتيف 24 بي. طيب انا عندي هنا 4 بالبوزيتيف و1 بالنيجاتيف، فهكتبه اهوت، يبقى انا عندي هنا نقول ايكوال، هفتح تو براكتس، عندي هنا 2 نمبر زير برودكت ايكوال 1، طبعا بالاشتراك مع 25 هيكون هنا the difference between them equal 24، فطبعا سهلة جدا، عندي هنا 25 هكتبها زي ما هي 25b times عندي هنا b، وعندي هنا ال 1 1 times 1، ليه؟ عشان يبقى difference between them 25 minus 1 equal 24. طبعا ديت عندي هنا negative، يبقى الاثنين مختلفتين، الكبيرة فيهم هتبقى طب الكبيرة مين؟ عندي هنا 1 وعندي هنا 25، يبقى عندي هنا الساين بتاعت ال1 ديت، يبقى عندي هنا نقول هنا ديت بالنيجاتيف وديت بالبوزيتيف، عشان يبقى عندي هنا دوت بوزيتيف 1b، وعندي هنا نيجاتيف 25، يبقى ذا ديفرنس بتوين ذيم ايكوال نيجاتيف 24b. ارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا من الدرس دوت، وهو من الدروس السهله، ويا ريت ما تصعبوش الدرس دوت، لانه بجد من الدروس السهله مع التدريب ومع التمرين عليه وحل مسائل كتير، ان شاء الله باذن الله يكون سهل ان شاء الله باذن الله. ونلتقي في حلقة تانية قريبة إن شاء الله بإذن الله.